وقل رب زدني علما طيب لو قال قائل ولا تكلني إلى إن نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك لم تثبت لم ترد أصلا لكن الكلام لو قالها لو أن في الذكر قال ولا أقل من ذلك لماذا ايش التكلف لو كان فيها خير لقالها النبي صلى الله عليه وسلم ها ها العبادات التوقيفيه دعونا نقرر اصلا عاما هل تجوز الزيادة في أذكار الألفاظ أم لا تجوز حتى نجيب الرجوع إلى الأصول أهم من التفاريق والفصول ولذلك العلم المبني على قواعد وأصول يحمي المتكلم فيه من الغلط أما الذي ينظر إلى أفراد المسائل يختل علمه فتارة يقول كلمة يناقضها في موضع آخر لأن الأصول عنده لم تنضبط فلذلك ما الجواب عن هذه المسألة أيش؟ يقول إذا كان متعبد باللفظ فيجوز، إذا كان غير متعبد باللفظ فلا يجوز، يعني ها أيش؟ يعني ما تجوز زيادة طيب نحن اعلم ام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ انت ما الجواب؟ نحن اعلم ام الصحابه؟ الصحابه فابن عمر في الصحيح لما ذكر تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت انا لبيك وسعديك الى اخر ما ذكر، قال: زدت انا وصحت الزياده في الاذكار عن الصحابه والتابعين واتباع التابعين الجواب أن الزيادة على الأذكار جائزة الزيادة على الأذكار جائزة بشرط أن لا يكون المحل مقيدا بما ورد أن لا يكون المحل مقيدا بما ورد كالصلاة فالصلاة الأصل أن ألفاظها مقيدة بما ورد أما الدعاء العام فهذا للإنسان أن يزيد فيه ما شاء للإنسان أن يزيد فيه ما شاء فمثلا من الدعاء العام مثلا سبحان الله وبحمده في اليوم والليله طيب لو انسان قال سبحان الله وبحمده واتوب اليه كان ذلك غير ممنوع منه كان غير ممنوع منه لكن المقيد بمحل فهذا الاظهر انه يبقى على تقيده لكن الزياده تكون حينئذ جائزه وليست مطلوبه يعني ليست مستحبه فضلا عن تكون واجبه فيجوز لكن لكنها غير مطلوبه واما في هذا المحل فلا لماذا؟ لانها زياده لا تصح معنا كما قال الاخ ان اذا قال الانسان طرفه عين ولا اقل من ذلك لا يوجد ما هو اقل من ذلك لا يوجد ما هو اقل من ذلك فاقل ما يكون هو طرفه العين فما هو اقل مندرج في قوله طرفه عين فلا اقل من الحد الذي انتهى اليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم